السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا بالقناة التعليمية باللغة العربية. سنضع في هذا الروابط تلخيص البوليميرات وشرح البوليميرات والدهانات، وأيضا امتحان ثقافة. ستجدون كل شيء في صندوق الوصف. صندوق الوصف يكون مثلا هذا الفيديو اللي أنا بحكي فيه، بتحطوا على العنوان، في جنبه سهم، بتحطوا على السهم بتضغطوا بتطلع لكم صندوق الوصف طبعا للتسهيل عليكم. طبعا احنا منزلينه من الاصل بالقناة، ولكن ذلك للتسهيل عليكم. وطبعا شرحنا في فيديوهات سابقة، اذا بتعرفوا شو صندوق الوصف في عنا فيديوهات من قبل، تقدروا ترجعوا للرياضيات.